السلام عليكم. اليوم نعود إلى مشروع المقر الجديد لمجلس الولائي لولاية الجزائر العاصمة واللي يقع في منطقة المحمدية، واللي حسب الصور اللي عندنا أشغال يعني تقريبا انتهت 100%. الآن ندخل في العملية تاع التجهيز نتاع هذا المقر اللي يعني من الناحية الهندسية، وهذا الأمر اللي يهمنا كثير، هو الزخم العمراني و يعني الطراز اللي تم توظيفه في إنشاء هذا البناية، اللي أكيد سوف يعطينا صورة إيجابية عن منطقة المحمدية بصفة عامة. إذن أترككم تتابعون الفيديو عن هذا الموضوع، والسلام عليكم.